أعزائي المشاهدين أهلا بكم، بنكلم حضراتكم دلوقتي من فوق معدية الموت. الحادث اللي وقع اليوم بغرق إحدى سيارات الميني باص، من هنا إحنا بنكلم حضراتكم من الرياح البحيري في أبو غالب اللي ما بين محافظة الجيزة والمنوفية. النهاردة وقع الحادث بعد سقوط سيارة ميكروباص من فوق المعدية، هي دي المعدية اللي سقط من قدامها من فوقيها الميني باص، وطبعا لازال قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي محاولة للبحث عن ناجين آخرين. يعني بحسب بيان وزارة الصحة تم العثور على 6 ضحايا حتى الآن، تم استخراجهم من نهر النيل، وبحسب شهود عيان أكدوا أنه تم استخراج لحد دلوقتي 12 جثة من نهر النيل. الحادثة وقعت زي ما قلنا لحضراتكم من على المعدية في أبو غالب. كانت الميكروباص بتحمل بنات ما بين 10 15 ل 17 سنة من القرى المحيطة، وبيعدوا كل يوم بالميكروباص ده على المعدية، معدية زي دي للناحية التانية، بيشتغلوا في مزارع الفاكهة الخاصة بالتصدير. بحسب شهود العيان أكدوا أن حصل مشادة بين سواق الميكروباص، نزل من الميكروباص اتخانق مع حد بدون ما يرفع الهاند بريك او الفرامل، بمجرد ما المعديه وقفت الميكروباص رجعت ونزلت في نهر النيل. لازال فرق البحث والانقاذ شغاله. طبعا مديريه امن الجيزه كانت تلقت البلاغ بوقوع هذا الحادث، وده مش اول مره يقع الحادث ده في ابو غالب، يعني الحوادث متكرره خلال السنوات الماضيه والضحايا كذلك متكررين. فاللي بيعبر هنا نهر النيل من عند ابو غالب هو مش كتير بيكون عبور للجانب الاخر، اكتر منه عبور للاخره. بالرغم من مرور ما يقرب من 5 ساعات على وقوع الحادث، فرق الانقاذ بتحاول عن طريق المراكب والضفادع البشريه والانقاذ النهري التابع لمديريه امن الجيزه بيحاولوا. على الشط الثاني موجود واقف طبعا اهالي الضحايا منتظرين استخراج باقي الضحايا. الضحايا اتنقلوا لمستشفى ووردان ومستشفى الشيخ زايد المركزي، ومحاولات الانقاذ مستمره حتى الان. بنكلم حضراتكم واحنا الكوبري اللي ورانا ده كوبري ابو غالب. كوبري ابو غالب ده تقريبا هو سبب المشاكل كلها، لان كوبري ابو غالب بقاله عده من السنوات بيحاولوا ان هم ينتهوا من هذا الكوبري، لم يتم الانتهاء من هذا الكوبري بالرغم من وقوع العديد من حوادث غرق السيارات من فوق المعديات. خلونا نتكلم برضو مع واحد هنا من اهل ابو غالب. يعني احنا تابعنا الفتره اللي فاتت في حوادث كتير بتحصل هنا، حوادث قبل كده وبرضو نفس القصه، فيها برضو عربيه غرقت السنه اللي فاتت واللي قبلها، وكل سنه على النظام ده. فاحنا احنا عايشين كده في جارع، ابني بيطلع عشان ياكل عيش ويجيب لقمه عيش لبيته، بروح اجيبه جثه ازاي؟ احنا عايزين امن لعيالنا، اصل كل يوم والتاني معديه العربيه وقعت فيها كام؟ فيها بال 20 وال 30. طب واحنا بنخلف عيالنا عشان نطلعوهم يموتوا بره عشان لقمه العيش؟ لو كده بلاش نخلف خالص، بلاش نعيش على وش الدنيا. هنا احنا ظلمنا كوبري بقاله سنين، 4 سنين 5 سنين دلوقتي مش شايفين اي تقدم فيه، وكل سنه تعالى ايه؟ غريقه عربيه، الحج ميكروباص سجد بالعماله بتاعته، كلك طالعين عشان لقمه العيش، دولك ضحيه لقمه العيش، ما اقدرش اقول غير كده. ماتوا بنات صغيرين عمرهم يعني من 10 15 17 سنه، عيله طالعه عشان مثلا ايه؟ تجيب لقمه عيش لنفسها، داخل عليها عيب تجيب مثلا كسوه لنفسها، بدل ما تجيب كسوه لنفسها جابت كفل لنفسها. ده ما يرضيش ربنا. طيب الكوبري ده لو تم الانتهاء منه كل القصص بتاع غرق المشكله، الكوبري ده اتعمل الصبح كل المشاكل دي هتتحل، لان العربيه هتيجي هتطلع في امان وهتنزل في امان. يعني هتطلع في امان وهتنزل في امان. احنا عن معديات الموت اللي موجوده عندكم هنا في ابو غالب. 3 ورا بعض اهم. يعني في واحده في الاول دي بتاعت المحافظه، ديت ايه؟ بتاعت اهالي. احنا كل القصه احنا بندور ان الكوبري ده يسرقوا في عمايله. نحس ان احنا بني ادمين عايشين، لينا لازمه زي الناس اللي بره. كنت موجود هنا وقت الحادث؟ السواق اللي غلطان. السواق نزل من العربيه كان بيتضارب مع واحد جنبيه، وساب العربيه مواره، وساب ما المعديه دخلت البر راحت العربيه راجعه ايه بضهرها على البر. يعني السواق كان بيتخانق مع حد جنبيه؟ السواق كان بيتخانق مع بتاع توك توك. فجاه لقينا ايه سويت ونبص لقينا البني ادمين ماشيه في البحر. طلعناه. طلعتوا حوالي كم حد عايش؟ 7 اللي كانوا عايشين، 5 عايشين وبنتي كانت ميته. بس. على ما جت فرقه الانقاذ بقى كملت الانتشال بقيه الضحايا. ايوه هو المكان ده غميق قوي في النيل، يعني المكان ده عميق، يعني لما الميكروباص نزلت ما كانتش، اصل خدت وقت لحد ما الميكروباص طلع وكده. عميق 120 متر.
مكملين مع حضراتكم هنا من امام معديه ابو غالب. الحادث اللي وقع النهارده وادى الى غرق اكثر من 10 فتيات اعمارهم بتتراوح من 10 ل 15 ل 17 سنه، يعني لحد دلوقتي بنكلم حضراتكم ولسه فرق الانقاذ شغاله على المعديه اللي سقطت من فوقها الميكروباص. زي ما حضراتكم شايفين المراكب برضو، الاهالي هنا والصيادين بيحاولوا ان هم يبحثوا في النيل وفي قاع النيل. طبعا الضفادع البشريه عملت مجهود كبير جدا في انتشال عدد كبير من الفتيات اللي سقطوا سواء احياء او الضحايا. تم نقل جثث الضحايا الى مستشفى وردان القريبه من هنا. طبعا سيد محافظ المنوفية ومحافظ الجيزة وصلوا لتفقد الوضع ومحاولات انتشال باقي الضحايا. احنا مع حضراتكم هنا هنسمع روايات شهود العيان واهالي الضحايا كانوا جايين منين ورايحين فين، ايه السبب الحقيقي لهذا الحادث. هو زي ما بيتردد فعلا وقوع مشدة بين سواء الميكروباص ادى لسقوطها في النيل بسبب ان هو ما رفعش الفرامل، وحكاية الكوبري اللي ورايا ده كوبري ابو غالب اللي بقاله سنين يعني لم يتم الانتهاء منه، وطبعا تبع منشئة القناطر لم يتم الانتهاء من انشائه حتى الان بالرغم من وقوع حوادث متكرره هنا في ابو غالب. معديات طبعا معظم اللي بيستقلوا المعديات هم فتيات صغيرات بيبقوا راكبين ميكروباصات بيتقلوا من قراهم اعمارهم طبعا من 10 ل 17 سنه للعمل في محطات التصدير وفي مزارع الفاكهه. كم مكملين مع حضراتكم هنستمع لاهالي الضحايا وشهود العيان حول هذا الحادث الاول. انا بنت اخويا كانت لسه اول يوم نازله، طب خلاص امتحانات قريب جدا بالنسبه لها، يعني خلصت امتحانات قريب. وبعدها قالت يا بابا انا هشتغل برضه، انا اجيب قرش اساعد معاك يا بابا شويه، انت عارف بقى المعيشه الظروف والدنيا طبعا غلا وبتاع. بابا قال طب خلاص يا بنتي ما طالما انت قاعده كده خلاص ليكي مزاج. قالت له خلاص يا بابا اول يوم ليها تنزل النهارده. طبعا اتفاجئنا بالحادث طبعا. ودي مش اول حضرتك واقع تحصل او تحدث، لا الواقعه دي حصلت اكتر من 3 مرات وفي نفس الاماكن، وتحدد موقعها حضرتك والمعديات ما هي الا حصاد لموت البشر بمنتهى الامانه. زي ما حضرتك شايف وقعت النهارده معظمها من البنات اللي طلعت تجهز نفسها، اللي والدها متوفي، يعني حاجات ماساه فعلا بكل ما تحمل كلمه ماساه. ايه ذنب الناس دي؟ اللي حصل احنا جينا على خبر الوفاه نفسه، يعني هم جايين كل يوم بييجوا كل يوم، يعني بيشتغلوا في جمع الفواكه او تعبئه الفواكه، وجم ركبوا المعديه وقضى ربنا سبحانه وتعالى نفس، يعني العربيه وقعت بيهم في البحر. في اسباب بقى، في اهمال في المعديه، في اسباب اهمال في السواق مع السواق العربيه نفسه اكيد، يعني طبعا كل مفروض مهمل او متسبب يتحاسب، بس اللي احنا بنطالبه وقضاء ربنا وعوض عنا ربنا، واولادها ربنا يتولاهم، يعني ربنا يتولى الجميع. بس اللي بنطالبه يعني عشان يعني كوبري علشان يسهل الامور على الناس الشغاله واللي قايمين ياكلوا عيش والشباب الصغير اللي كل يوم بنسمع حاجه من الحاجات دي. من امام مستشفى وردان هنا الصفحه قبل الاخيره قبل خروج جثث ضحايا معديه الموت بابو غالب. هؤلاء هم اهالي الضحايا الذين يقفون هنا بعيون دامعه، وتلك هي سياره تكريم الانسان تقف دائما تحت الطلب، كما اسموها شهود العيان لضحايا التسيب والاهمال. هاني النحاس لبرنامج على مسؤوليتي. ثانية بقدم بخالص العزاء لكل أهالينا، كل أهالي أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.